بسم الله الرحمن الرحيم. كتيبة الشهيد رائد الشيخ مقلد وكتيبة المعتصم بالله تقوم بتجهيز راجمة الصواريخ لضرب حاجز المدجني في طيبة الإمام المواقع يوم الجمعة 11/1/2013. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. يا بعد هيك الحمد لله. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. كتيبة الشهيد رائد الشيخ مقلد وكتيبة المعتصم بالله ما زالت تضرب حاجز المداجن في طيبة الإمام بالصواريخ الواقع يوم الجمعة 11/1/2013.